الكاتب الكبير يوسف القعيد الحقيقة قال شوية تصريحات النهاردة لطيفة جدا وليها علاقة بموضوعنا عن ذوي القدرات وذوي الهمم من ولادنا. قال انه او العنوان الخبر بيقول انه يوسف القعيد بيقول انه رئيس السيسي وضع قادرون باختلاف على اولويات الرعاية الاجتماعية، واضاف كمان انه بيقدم كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي عن لسانه ولسان جميع مثقفي مصر لموقفه الحالي واهتمامه بقدرون باختلاف بذلك القدر الكبير. حقيقي فيه اهتمام كبير جدا بالملف ده يا جماعة، ودائما وبالكلام طبعا للأستاذ يوسف القعيد بيقول دائما ما يحرص الرئيس السيسي على تواجده في احتفاليات قدرون باختلاف الخاصة بذوي الإعاقة تقديرا منه لتلك الحالات الخاصة. النهاردة الحقيقة بتتفرج على الحفل أو كنت من الحاضرين، فعلا هتشوف تقدير السيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الولاد، يعني لمواهب الولاد واهتمامه وإنسانيته ورحمته الشديدة بالولاد وبسطته، يعني بسطته حتى لما ولد من الولاد يقول له أنا بطلب من حضرتك طلب فأنا عايز كذا ففورا يحصل كذا، طب من فضلك يا سيادة الرئيس ممكن حضرتك أتصور معاك، فيقوم فورا يطلع على المسرح عشان يتصور مع الولاد. لما جاء حتى في نهاية الحفلة يقول كلمته، الولاد اتلموا عليه، ويعني اللي هو قايل خلاص الكلمة والولاد حواليه، يمكن انتوا شايفين على القنوات سواء يعني الاكسترا الاولى دي ام سي الحياة، هتلاقوا المشهد بتاع خطاب الرئيس، الولاد ملفوفين حواليه اتلموا عليه خلاص انتهينا، فاللي هو حتى يعني طب انزلوا طب مفيش، هو قال خلاص اقعدوا الولاد قاعدين وانا هقول الكلام وانا قاعد وسطيهم. حقيقي منتهى الرحمة والإنسانية، ونموذج نموذج للناس اللي بتقعد تتخنق على الناس، يعني يبقى عندنا شوية صبر كده ويعني حلم مع الناس العصبية والنرفزة والحاجات اللي بنشوفها في الشارع، وده كسر عليك وده مش مستني الإشارة لما تفتح وده تعمل مش عارفة ايه يقوم يتطاول، يعني اللي هو حتة احنا مش مستحملين بعض ازاي كده، يعني بالراحة الدنيا كده بالراحة والله كل حاجة بتمشي. 199 رقم الاسم اس 2-18-10-866 هو رقم التليفون. النهاردة شفنا أميرات وأمراء من ولادنا الحقيقة، لأن عندهم تحدي، عندهم تحدي مش عند الناس العادية،